النهارده الصبح كان في خبر كده عن ان عمرو يوسف وكندا علوش اتمسكوا في كمين ومعاهم مخدرات. طبعا الخبر ده بلح ملوش اي اساس من الصح. انت رايك بقى في الاشاعات اللي بتتردد على الفنانين الفترات اللي فاتت والشخصيات العامه وحاجات كده؟ اي حد معرض ان هو يتاجر في المخدرات، بس ده ليه يعني؟ ده انت فاتي ده بالظبط. هو ده فاتي. لا، ولا اشاعات معروفه في مصر من زمان يعني. هو مصر شعب هراي يعني. لا طبعا، يعني المفروض الواحد ما يصدقش اي حاجه الا ما يكون متاكد. يعني ما ينفعش الاشاعات. هو عامه كده كده الفنانين كلهم متعرضين للاشاعات يعني، فعادي. عادي، ما ده الطبيعي. ما انت في مصر لازم كل ده كل يوم يحصل اشاعه شكل يعني، فعادي. لو قفشت مراتك بتضرب هيروين هتعمل ايه معاه؟ بودره هيروين. هيروين ترامادول. هجيب فلوس منين؟ مين اللي هجيب فلوس منين؟ هي لو حاجه من الاثنين، لو عرفت خلاها تبطل يبقى خير وبركه وبطلت، ما عرفتش هضرب معاها. مش هقعدها معايا طالما هي كده. طب مش هتحاول حتى معاها؟ لا، ما ينفعش يعني اعالجها اللي هي ازاي وصلت لكده يعني. بتختلف من واحد للتاني يعني. بالنسبه لي لو شاريها اكيد هدور ان انا اعالجها. هقعد اضرب معاها عادي. صباح فل. طلعها، احاول اعالجها الاول. ولو ما تعالجتش؟ اكيد كل حاجه دي كل ده ولي دواء يعني. هقعد اضرب معاها عادي. ده جمهوريه مصر. بص يا باشا، هو ضرب المخدرات ده مش حاجه سهله. الله اكبر عليه. بص عشان نبقى على نور كده. لا، شرب مخدرات ايه؟ لا، انا واثق في مراتي مش هتشرب مخدرات. يا رب ان شاء الله باذن الله. ده انت لازم يا باشا ما تشربش مخدرات بعد الكلمتين الانجليزي الحلوين دول. والله انا واثق في مراتي يعني.